سير الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تم لقاء اليوم بعملة إقليم خميسات تحت إشراف السيد العامل مشكورة والسادة البرلمانيين لجهات الرباط سالة القنيطرة، السيد حسن الفيلالي والأخ رحول هيلة، بحضور السادة الأعضاء مجلس الجماعي لجامعة مرشوش معارضة وأغلبية من أجل تقريب وجهة نظر هؤلاء الأعضاء المجلس. لذا تقرر وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل الآراء ما بين الطرفين خلص هذا الاجتماع إلى عقد لقاء حسن الفيلالي يوم السبت المقبل من أجل المزيد من التفاوض والحوار من أجل إيجاد صيغة نهائية وتوافقية تخدم المصلحة العامة للساكنة برضا الجميع، وشكرا. ما هي الإجراءات التي اتخذتموها أنتم كأغلبية لحل هذه المشاكل؟ إجابة على سؤالكم فيما يخص الحلول التي اتخذها المجلس الحالي، هي كباقي الحلول، علما أن المجلس خلال الأشهر 4 أشهر السابقة من توليه المسؤولية عقد عدة دورات استثنائية وعادية من أجل تدارس جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بجامعة مرشوش، سواء على المستوى المركزي وكذا الدواوير التابعة للمنطقة، من أجل إيجاد حلول ولو مؤقتة تهم الماء صالح الشرب، كذلك فك العزل العام القروي وتزويد باقي الدواوير التي لم تستفيد بعد من الكهرباء. كما أن المجلس انصب من خلال هذه إيجاد حلول على المستوى الإقليمي وكذا على مستوى الجهة والغرفة الفلاحية لما لهؤلاء الإدارات من أهمية من أجل دعم تلك الجماعة حتى تجد الحلول النهائية، ومن أجل إنجاز جميع المشاريع المتعلقة بالجماعة وتكون عند حسن ظن الساكنة. كما أن الجماعة منهمكة ومنصبة حاليا من أجل إيجاد حلول وبكيفية استعجالية فيما يتعلق بالطابع الفلاحي، لأن أغلبية السكان التابعين لهذه الجماعة هم يمارسون مهنة الفلاحة، ونظرا لقلة الأمطار والتساقطات خلال هذه السنة فإن الفلاح بصفة عامة والكساب بصفة خاصة تضرر من هذه الظروف، مما أصبح المنتخبين يتدخلون من الجهة والأخرى من أجل إيجاد حلول ولو بطابع استعجالي لهم عن طريق توفير المواد العلف وما شابه ذلك. كما أن الفلاح الزارعي نظرا لشح الأمطار فإن محصوله الزراعي تضرر كثيرا، وأصبحت تلك النباتات تؤكل من طرف ماشيته. لذا نناشد المسؤولين على المستوى الإقليمي وعلى المستوى وزارة الفلاحية التدخل وبكيفية استعجالية من أجل إيجاد حل عاجل لهؤلاء الفلاحة والكسابة. كما أن الماء أصبح نادرا، ندرة المياه على مستوى الفرشة المائية بدائرة الزعير بصفة عامة وجماعة مؤسسة خاصة أصبح في وضعية كارثية. لذا نطالب من المسؤولين من أجل إيجاد حلول، وذلك عن طريق الحفر بواسطة الثقوب أو ما يعرف بالسوندا من أجل توفير الماء الصالح للشرب وكذا توفير المورد للماشية والقاطع الذي للتابع للفلاح الزهري. كما لا يفوتنا بأن هذا العام تبينت بوادره وأصبح عام جفاف، لذا نطالب كذلك على مستوى القروض على مستوى المؤسسة البنكية القرض الفلاحي أو الذين يتعاملون من هذا الفلاح أن يجدوا لهم تسهيلات من أجل تجاوز هذه المحنة، والله ولي التوفيق.